النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام، متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية الخاصة بالمملكة خلال الفترة القادمة، وكما تعلمون هي مصورة من المنزل نظرا للظروف الجو الصحية الراهنة حول العالم. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستعراض لأهم محاور الطقس خلال الفترة القادمة. توقعات أو تتأثر المملكة خلال الساعات الحالية، وتأثرت خلال الساعات الماضية بالشق الدافئ من المنخفض الجوي الخماسيني الراهن، بحيث عمل على ارتفاع درجات حرارة كذلك الحال ارتفاع في تركيز الغبار في الأجواء خلال الساعات الماضية. توقعات ببداية الشق البارد من هذا المنخفض الجوي أو الأقل حرارة، وبالتالي توقعات بأن يطرأ انخفاض ملموس وتدريجي على الحرارة خلال ساعات الليلة القادمة وساعات نهار غد الأربعاء، بحيث تصبح الأجواء مائلة للبرودة مقارنة باليومين الماضيين. كذلك الحال هنالك ارتفاع في نسب الرطوبة مقارنة مع اليومين الماضيين، لكن التوقعات لا تزال تشير إلى وجود منخفض جوي خماسيني جديد قادم عبر الصحراء الليبية ثم الصحراء المصرية، سيبدأ في تأثيره مع ساعات النهار بعد غدا الخميس بمشيئة الله تعالى، حيث تعاود درجات حارة ارتفاعها التدريجي والملموس في عموم مناطق المملكة. كذلك الحال يرتفع تركيز الغبار في الأجواء تدريجيا مع ساعات مساء وليل الخميس على الجمعة، يترافق ذلك بنشاط في الرياح. كذلك الحال ارتفاع من جديد فرص هطول زخات محلية عشوائية من الأمطار الناتجة بفعل ارتفاع نسب الرطوبة في طبقات الجو البنائية، وتكون هذه الأمطار كما تعلمون طينية الطابع، أيضا لا يستبعد أن تترافق ببعض العواصف الرعدية في مناطق متفرقة محدودة من المملكة. إذن نبدأ معكم هذه النشرة الجوية كما تحدثنا باستعراض لخريطة الطقس التابعة أو التي نستنتج منها هذا المنخفض الجوي الخماسيني الذي يتواجد نهار يوم الخميس إلى الشمال من الأراضي المصرية، يتحرك بالاتجاه الشمالي الشرقي جالبا معه في البداية ارتفاع في درجات حارة ثم نشاط تدريجي في سرعة الرياح، ثم أيضا ارتفاع في تركيز الغبار في الأجواء المثار والمحمول بهذه الرياح. أيضا هنالك توقعات بزخات أمطار عشوائية طينية الطابع نظرا لارتفاع تركيز الغبار في الأجواء، ولا يستبعد أن ترافق ببعض العواصف الرعدية مع ساعات ليل الخميس على الجمعة. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية أيضا ثم باستعراض توقعات الأمطار خلال الفترة القادمة. كما نلاحظ معكم من خريطة توزيع محاكاة الأمطار الخاصة بنا هنا، توقعات الأمطار الخاصة بنا هنا في طقس العرب، نلاحظ معكم هذه الأمطار تتعطل تدريجيا بمشيئة الله تعالى خلال ساعات مساء وعصر يوم الخميس في مناطق متفرقة عشوائية في المملكة تستمر، والمنطقة كذلك الحال تستمر هذه الفرصة بمشيئة الله تعالى خلال ساعات صباح وظهيرة يوم الجمعة فوق العديد من المناطق. تكون هذه الأمطار كما تحدثنا طينية الطابع، تترافق ببعض العواصف الرعدية في مناطق متفرقة وعشوائية من المملكة. لكن نلاحظ معكم التوقعات الأمطار تكون أكبر بشكل أوضح، وذلك داخل الأراضي السورية اللبنانية، أيضا شمال دولة فلسطين، ولاحقا صوب الأراضي العراقية. إذن المملكة على موعد مع أمطار عشوائية متفرقة الطابع، أيضا طينية الطابع نظرا لارتفاع تركيز الغبار في الأجواء. نعود معكم الآن لاستعراض درجات الحارة خلال الفترة القادمة. نلاحظ معكم الارتفاع في درجات حارة، هذا اللون يعكس الداكن يعكس ارتفاع درجات الحارة خلال الفترة القادمة في طبقات الجو المنخفضة. لاحظوا معي هذه الألوان الداكنة تدل على ارتفاع درجات حارة في طبقات الجو المنخفضة، وذلك مع ساعات نهار يوم الخميس. لكن بعيد ساعات ظهيرة الجمعة توقعات بأن تتراجع درجات حارة نظرا لاقتراب الشق البارد التابع لهذا المنخفض الجوي الخماسيني القادم من البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي انخفاض في الحارة وارتفاع في نسب الرطوبة.
الرطوبة. إذن كبداية هنالك ارتفاع في درجات حرارة خلال ساعات النهار يوم الخميس وساعات ليل الخميس على الجمعة، ثم يعقب ذلك قدوم للهواء البارد أو الأقل دفئا القادم من مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. نستعرض معكم الآن توقعات هبات الرياح الخاصة بنا هنا في طقس العرب. نلاحظ معكم من خريطة توقعات هبات الرياح وجود بعض الهبات النشطة متوقعة مع ساعات عصر ومساء يوم الخميس. تكون هذه الرياح في البداية جنوبية شرقية مثيرة للغبار والأتربة، كذلك الحال تتحول هذه الرياح تدريجيا نهار الجمعة إلى جنوبية غربية أيضا تستمر مثيرة للغبار والأتربة. نلاحظ معكم هذه الألوان الداكنة تدل على نشاط معتدل إلى نشط لهذه الرياح الجنوبية الشرقية، ثم تتحول إلى رياح جنوبية غربية خلال ساعات نهار يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى. توقعات الليلة القادمة كما تحدثنا هنالك توقعات بانخفاض في درجات الحرارة خلال الليلة القادمة في عموم مناطق المملكة مثل العاصمة عمان. نلاحظ معكم أجواء تعود مائلة للبرودة خلال الليلة القادمة مقارنة بالليالي القليلة الماضية، كذلك الحال هنالك ارتفاع في نسب الرطوبة النسبية المتوقعة خلال الليلة القادمة بمشيئة الله تعالى. الآن عند الانتقال للحديث حول الثلاثة أيام القادمة، كما تحدثنا هنالك ارتفاع في درجات حرارة نهار يوم الخميس بحيث تتجاوز معدلاتها الاعتيادية في مثل هذا الوقت من العام بقليل، لكن نلاحظ معكم مع ساعات مساء الخميس هنالك نشاط في الرياح، هناك إثارة الغبار والأتربة، أيضا هناك فرصة لهطول زخات محلية عشوائية الطابع من الأمطار الطينية، كذلك الحال لا يستبعد أن تترافق بهبوب بعض العواصف الرادية. نهار يوم الجمعة تستمر الفرصة متاحة لهذه الأمطار لا سيما مع ساعات الصباح والظهيرة في مناطق متفرقة وعشوائية من المملكة بمشيئة الله. يعقب ذلك انخفاض واضح وملموس على الحرارة مع بداية الشق البارد التابع لهذا المنخفض الجوي مع ساعات عصر ومساء يوم الجمعة وخلال الأيام التالية، حيث يحتمل أن تتأثر المملكة وسائر المنطقة بكتلة هوائية باردة تترافق بالمزيد من الانخفاض في درجات حرارة، كذلك الحال ارتفاع في فرص هطول الأمطار فوق العديد من المناطق بمشيئة الله. الحديث هنا عن يوم السبت وبعد يوم السبت في الفترة التالية، المزيد من التفاصيل حول هذه الوضعية الجوية خلال الأيام القليلة القادمة. إذن كان كل ذلك هنا من طقس العرب من المنزل، إلى اللقاء.